واحد عنده عربية رمسيس صغيرة بيحفر البوية، لا مكتوب عليها سمنة سلطان. صعيدي كل يوم يطلع وهو طالع داخل باب شقته يروح رامي باريز على السلم، كل يوم يطلع يروح رامي باريز على السلم، كل يوم بيجي يطلع يروح رامي باريز على السلم. مراته زبطته في يوم قالت له انت بترمي كل يوم باريز على السلم ليه وانت داخل؟ قال لها اصل بنهرب فلوسي للخارج. تلميذ بليد فين مات؟ تلميذ بليد بيمتحن لوحده طلع التاني. واحد اول مره يركب طياره فمعدته كركبت، حسوا انه معدته كركبت ركبوه طياره تي دبليو سي. راجل واخد شربه ربنا سهله في السكه اتزنق العذر وحش، راح راجع جري في البيت يخبط على مراته، افتح يا وليه افتح يا وليه افتح يا وليه افتح يا وليه. خلص يا عيني، اول ما فتحت الباب قال لها افتحي. عصابه حراميه سارقين ميت وطلع يجروا بيه والمباحث قعدت تطاردهم، هم يجروا المباحث ورا منهم، دخلوا على شريط قطر شافوا المباحث زنقاهم راح حاطين تابوت الميت على شريط القطر وجريوا. القطر شاف كده راح رابط مطرحه اتنين مساطيل واقفين قال له يا سلام اهو الميت ده كتب له عمر جديد. برضو النكتة اللي جاية دي هنفكر فيها لمدة سنتين، ديك السنة دي سنتين بقى. راجل فلاح ظريف جدا جايب لمراته راديو فيليبس من شركة الأندلس التجارية. قال لها أنا بقى جبتلك راديو فيليبس إنما عظمة. الراجل راح الشغل من هنا ورجع لقى مراته فتح الراديو من ورا ومطلعة مصارين الراديو برا. قال لها إيه اللي انت مهببها ده؟ قالت له مش لاقية ولا حتة مقاسي. بياع جرايد ماشي في السكة وينادي يقول ايه؟ 40 حمار ضحية جدع، الحادثة الغريبة جدع، 40 حمار ضحية جدع، حادثة واحدة فيها 40 حمار ضحية جدع. اتنين زباين ماشيين في السكة، حادثة غريبة قوي في ودنهم، واحد فيهم راح مشتري منه الجرنان عشان يشوف الحادثة، بعد ما اشترى منه ماشي بتاع الجرايد يقول ايه؟ 41 حمار ضحية جدع. راجل اتجوز ست ساذجه قوي جابها وجه مصر، اول ما جت مصر هتمغره الفستان الطويل ولبست ميكرو جيب لغايه فوق كده، جه جوزها من بره لها عريانة قال لها خبري صوت امال هتمسح مناخيرك في ايه؟ راجل واحد قابل واحد صاحبه بقاله يجي 5 سنين ما شافوش، قال له ازيك عامل ايه انت مالك كده مبهدل انت عندك ايه اليومين دولك؟ قال له عندي الساتر والحمد لله مفيش حاجة حيلتي. قال له ربنا يكرمك. لفت ليام وقابله بعد 3-4 سنين لقى صحته زي البومب وعنده عربيتين وعمارتين، ايه مالك ايه اللي حصل لك؟ قال له ربنا كرمني وقبل دعاك يا اخي وبقيت حاجة قبها او عظمة، عربيتين وعمارتين وعزبة وحاجة قبها قوي. سابه ولفت ليام بعد 5 سنين تاني قابله لقى زي ما هو، قال له مالك الحال اتدحور بيك كده والشحور ليه؟ قال له الستر. قال له وارجع لك تاني. عسكر الصعيدي بقى بيشتغل في البلدية، فالظابط بتاع المرور وصاه قال له خلي بالك اي حد يرمي وساخة كده ولا مية ولا حاجة من الشبابيك تاخده مخلف على طول على طول ما تسكتش. هو صاحبنا قاعد زي ما الظابط وصاه وقف كده كل شويه اي حد يروح رامي روح عامل له مخالفه. شويه بقى وجايه العربيه بتاعت البلديه بقى بتاعت الحكومه بترش ميه، فالعسكري قال يا دي الهنا والسعاده كل دي 50 و20 قرش جيد 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 جيد. الدفتر كل اللي في ايده كتب فيه مخالفات للعربيه. الظابط بيمر مسكه قال له لا دي بلديه بتاع الحكومه تسيبها. قال له خلاص، راح مقطع الدفتر نقلوه في حته تاني، رايح يودي حرامي يسلمه في المدرية، فساب الحرامي في السكة
فالضابط بيقول له سبت الحرامي ليه؟ قال له طلع بلدية فسبته. زي برضه عسكري صعيدي ماسك حرامي رايح يسلمه في المديريه، فالحرامي جه في نص السكه قال له النبي يا شاويش لو سمحت عايز اجيب علبه سجاير من الكشك اللي هناك ده. قام العسكري الصعيدي قال له عايز تهرب مني؟ خليك هنا وانا اجيب لك السجاير واجي. يخش بقى على الخنافس بقى. خنفس متدلع قوي، امه ماتت بقى ماشي في الجنازه يقول ايه؟ مامي خنفس راح لواحد خضري قال له عندك قوطة مفعصة؟ قال له لا. قال له طب فعص لي 2 كيلو. اتنين خنافس بقى بيفشروا على بعض، خنفس بيقول للتاني ايه؟ تيتي صور بالعربي يعني تتصور، بالخنافيسي بقى تيتي صور تتصور مامي جابت لنا حلة وسعها 10 فدان. أم الخنفس دوك قال يعني تز بابي جاب لنا بامية القرن طوله 3 متر. قال له يا خبر اسود كنتوا بتطبخوها فين؟ قال له في حلة أمك. خنفس بقى انما رزل قوي بيدي معاد للجو بتاعي بتاعه، خنفس بقى رزل بس بيدي معاد للجو بتاعه، فبيقول لها ايه؟ الميعاد الساعة 5:30 وهستناكي 6:30 وان ما جيتيش 7:30 همشي 8:30. ده رزل زيك على فكرة، خلي بالك. اتنين خنافس من نفس العينة بس فيهم خنفس رم شوية، بقول له زميله ايه؟ طلع بقى ماريكي جاوب تاعي لما فتحت البلكونة بس بس له صفر. طلعت البيت قرفانة من شكله بقى لها يجي سنة، راح الدلقاب جرد المية في خلقته، قام دوكا شمت فيه قال له كبصتك كبصتك، قال له لا دي سينا بينه وبينها بتقول الميعاد عند كوبانية المية. قال له برافو ده انتوا متفاهمين قوي. شو راح دلاب صفيحة الزبالة قال له كبسطك تاني، قال له لا بتقولي ما تتأخرش يا وسخ. واحد عايز يبلغ واحد صاحبه عن وفاة أبوه فمش عايز يصدمه، فبقول له انت بقالك قد ايه ما شفتش أبوك؟ قال له يجي شهر. قال له احلق دقني لو شفته تاني. زبون وسخ قوي راح يحلى عند واحد حلاق، الحلاق شافه وسخ حط الفوطة على صدره هو. سقى راجل سقى راح للدكتور وموطي ضهره كده، قال له الدكتور ضهري بيوجعني، او الدكتور كشف لقى ما عندوش مرض ولا روماتيزم ولا حاجة، قال له انت بتشتغل ايه؟ قال له انا بشتغل سقى، قال له روح اشتغل بتاع الأسوس لمدة 2 شهر. فلاح نفسه يجي مصر بيفتح الراديو في البلد قال هنا القاهرة، راح ناطط قاعد على الراديو. فلاح مراته دخلت عليه في الأوضة لقيته مرصص شوية أزايز وماشي فوق الأزايز، قالت له بتعمل ليه كده؟ قال له الدكتور قال لي امشي على الدواء. صعيدي لقى قرش مخروم لحمه بربع جنيه. اتنين صعايدة بيلعبوا بعض كوتشينة الاتنين خسروا. اتنين صعايدة أول مرة يجوا مصر وهم نازلين ماشيين في شارع فؤاد لقوا تاكسيات وعربيات، قام واحد غمز اللي جنبه قال له محمدين قال ايه؟ قال له عليا الطلاق الشارع ده فيه عربيات يجيب 100 جنيه.
جنيه. صعيدي دخل السيما سلم على كل اللي قاعدين. اتنين صعايده ماشيين مع بعض اتخانقوا مع بعض على اللي ماشي في النص. اتنين مساطيل قابلوا بعض وقعد بقول التاني الساعة كام؟ قال له انا ما عنديش ساعة. قال له يا ده انا اتأخرت. تاجر مواشي جاله تسمم عملوا له غسيل معزة. مسطول عنده عقرب الساعات مكسور منه قابله واحد صعب بقول له الساعة كام؟ قال له مش عارف كام وتلت. اتنين اصحاب قابلوا بعض واحد بيقول للتاني انا زعلان منك جدا. قالوا ليه؟ كفايه الله الشر ده احنا اصحاب طول عمرنا. قال له راجل ايه انت تقول لي اسكندريه غاليه وتالي اسكندريه رخيصه؟ قال له رخيصه ازاي ده انا كل ما اروح احط فلوسي في المصيف وارجع. قال له راجل اسكت ده انا كنت هناك الجمعه اللي فاتت ونمت في الكنده بنص جنيه الليله انما حاجه عظمه على البحر كمان وعسل. قال له فين اللوكنده دي عشان ما تدبسي؟ قال له في السيد البدوي. قال له يا ابني السيد البدوي ده في طنطا. قال له يا خبر ابيض تريني كل يوم بمشي حته مشوار لغايه البحر. اتنين بقى مساطيل قابلوا بعض واحد بيقول للتاني ايه انا حلمت حلمي اخي مبرجلني قوي. قال له خير ان شاء الله. قال له حلمت امبارح اللهم اجعله خير ان انا راكب حصان ابيض وديله اخضر. عندوك قال له اكنت راكب حزمة فجل. تاني يوم قابله زميله قال له شوف بقى يا سيدي يظهر ان انا تعديت منك وبرضه انا شفت حلم امبارح بس زميله بقى المسطول ده تخين قوي. قال له خير؟ قال له شفت نفسي طول الليل ماشي في خضرة عظمة. قال له بطور الله برسيمه. اتنين مساطيل ماشيين في الشارع جم ناحية بنك من البنوك لقوا عسكري الحراسة واقف على البنك فالمسطول الأولاني ساب زميله وطلع يجري على العسكري وقعد يوشوشه كده وكلمه بتاعه وجاي يضحك. فزميله قال له عملت ايه؟ قال له لا أصل كنت بوصيه ليا قرشين جوه ياخد باله منهم. فران اتخانق مع صاحب الفرن راح قاطع عيشه. فران اتجوز مراته خلفت واد طلع طري. واحد راح اشترى تلفزيون ابيض واسود من شركه الاندلس التجاريه اللي في العتبه جابوا ليله شم النسيم صبح الصبح لقاه ملون. راجل مجنون عقل طلق مراته. راجل بخير اشترى ازازه ميكروكروم وهو ماشي وقعت اتكسرت منه راح معور نفسه ومسح نفسه. مسطول ماشي في شارع فهو ماشي في اول الشارع سال واحد قال له من فضلك الساعه كام؟ قال له الساعه 11. تنه ماشي في الشارع لغايه اخره قابل واحد تاني قال له من فضلك الساعه كام؟ قال له 11 ونص. قال له يا حتى الساعه ما انتوش قادرين تتفقوا عليها. ممثل رشح نفسه في دايرة الانتقام. خناقة قامت في الهرم خوف ونقل السبتية. مهندس تسجيلات في الإذاعة اشترى ريكوردر من شركة الأندلس سجل عليه نص بيت.